طلبت أنزل لكم طريقة عمل هالقهوة اللي انتشرت فيديوهاتها مؤخراً كتير. الطريقة بسيطة كتير وسهلة. أول شي بنحتاج 3 ملاعق صغيرة من القهوة سريعة التحضير، 3 ملاعق صغيرة سكر، 3 ملاعق وشوي صغار من المي، وبلشوا أخلطوا. تقدروا تستخدموا الخلاطة العادية أو خلاطة على بطارية أو حتى جهاز الخلط الكبير، بس أهم شي لمدة 10 دقايق. وأهم نصيحة، ما تزهقوا وضلكم مستمرين بالخلط لحتى تشوفوا إنه بلش يتغير اللون والقوام ويصير بهذا الشكل. وبتنشرب على الجهتين، سخنة أو باردة. اليوم رح أشربها باردة. تلج، حليب بارد، وبحط المزيج فوقها. ورشة كاكاو. Likey.